من الواضح في الحكومات الديمقراطية أن الحكومة هي وظيفتها الحفاظ على حقوق الناس وتهيئة مستلزمات العيش برفاهية. من أهم المستلزمات هي الخدمات. الملاحظ 15 سنة نفتقر إلى الخدمات بصورة عامة، من كهرباء إلى ماء إلى تعيين إلى بطالة، يعني نقدر نقول صفر خدمات، صفر. أما موضوع الديمقراطية فموضوع شائك وموضوع كذب، والدليل أن الأحزاب المتسلطة عندما شعرت بالإفلاس لجأت إلى التزوير، وهذه المعلومة يعيها الشعب وتعيها الناس ويعيها المثقف وغير المثقف. حقوق الناس والتظاهر والحراك الشعبي هو حق مكفول كفله الدستور للمطالبة بحقوقهم. الحكومة لا تمتلك المصداقية، والحلول الترقيعية لا تؤدي بالغرض طالما هنالك مواعيد كذبة على مر السنين. الملاحظ اليوم من خلال الحراك هو لصق تهمة البعثيين والدواعش وغيرها من المسميات للتقليل من الحراك الذي يطالب بحقه المشروع اتجاه الحكومة التي هي مسؤولة بالدرجة الأساس. المبالغ الطائلة التي صرفت خلال 15 عام هي دليل على فساد هذه الحكومة، ودليل على تبعية هذه الحكومة لأجندات خارجية. ثبت أن الأحزاب السياسية المتسلطة أحزاب فاشلة، والدليل عندما لجأ المتظاهرون إلى حرق هذه الأحزاب ومقراتها هو دليل على غضب الشارع العراقي، وهذا حق، هذا حق. لا يمكن لأحد أن يتصور أنه هناك مندسين أو غير مندسين، ولكن غضب الشعب لجأ إلى هذه التصرفات. وهذه إن دل على شيء إنما يدل على أن الحكومة فاشلة في كل شيء. طبعا أكيد التظاهر من حق كل المواطنين، لأن هذا حق يكفل الدستور. المتظاهرين بعد أن يعني طفح بهم الكيل فاضطروا للتظاهرات نتيجة انعدام الخدمات وقلة التعيينات. أعتقد الدولة مقصرة منذ 15 عام بهذا المجال، وبالتالي الحلول الترقيعية اللي تتخذ يعني بعد المظاهرات هي حلول غير كافية. المفروض الدولة تعالج البطالة، تعالج الخدمات، تعالج البنية التحتية، تعالج قطاعات التعليم، قطاعات الصحة، قبل أن يكون المواطن يقوم بالتظاهر. وبالتالي هناك المفروض خطط خمسية وعشرية يجب على يعني مجلس الوزراء، على مجلس النواب أن يتخذها، وليس ينتظر المواطن لحين يصاب الحيف والكلل والملل وانعدام الخدمات ويظهر ثم الحكومة تعالج ببعض هذه الحلول الترقيعية. أكيد التظاهر مكفول لكل مواطن، لكن عدم المساس بأملاك الدولة، عدم المساس بالمال العام، لأن المال العام يأثر على كل العراقيين، وبالتالي التخريب غير مسموح به الظاهر سلميا. هذا نرحب به كلنا ومن حق كل مواطن. الدستور العراقي أعطى حق لكل مواطن ولكل عائلة، وأعطى حق للمجتمع العراقي بفرص العمل، وكذلك توفير الكهرباء وتوفير الماء لخدمة المجتمع العراقي. لكن احنا من 2003 إلى الوقت الحاضر بسبب وجود طبقة من اللصوص سرقت الكهرباء وسرقت فرص العمل وسرقت الخدمات وسرقت الهوية العراقية وفق ميزانية إقليمية تقدر ب 80 مليار دولار، وإحنا لم نحصل على الكهرباء ولم نحصل على الماء، ووجود بسبب طبقة اللصوص أصبح العراق لا يمتلك قرار سياسي يخدم كل طبقات المجتمع العراقي. والدولة راحت إلى البصرة، وراحت كلها حلول تركيعية، حلول لا تنتمي إلى واقع معالجة أزمة الكهرباء، ولا تنتمي إلى معالجة أزمة المياه والخدمات والبناء والإعمار. أسباب تردي القرار الاقتصادي اللي ضرب على واقع اجتماعي هو وجود طبقة من اللصوص
سرقوا الكهرباء وسرقوا الخدمات بسبب تقسيم الهوية العراقية إلى عدة أقسام، هوية شيعية وهوية كردية وهوية سنية، على حساب بناء هوية عراقية، على حساب بناء مشروع وطني. نتمنى إلغاء محاصصة بريمر وتشكيل حكم رئاسي وباقي معارضة بالبرلمان من أجل إنتاج دولة عراقية تمتلك مواصفات الذوق العام لبناء خدمات للمجتمع العراقي. سيدي اتسعت الرقعة والإبرة صغيرة، أي حلول هذه؟ نريد الخدمات، نريد على الأقل، ليش على الأقل؟ ليش ما نطالب حقنا كامل؟ التعليم متردي، الواقع الصحة متردي، الواقع الاجتماعي متردي، الواقع الخلقي متردي، يعني مع احترامات القوات الأمنية، الفساد الإداري وصل حتى للداخلية، يا أخي نريد حلول جذرية، ليس مسألة كهرباء، أنا مو مع اللي يطالب فقط بالكهرباء، لا، احنا يا نحل المشكلة من جذرها يا نقعد ببيوتنا ونسكت. هذه حلول ترقيعية لا تصلح يا سيدي، لا شوي ولا طبوخ، وقل لعبادي اطلع بالحار، ترى انت التبريد والمستشارين قاعد يخدعونك ولو انت مخدوع، والسلام عليكم. المطالب اللي تقدموا بها المحافظات والمتظاهرين كلهم على حق. اولا المناطق الجنوبية والفرات الاوسط والعراق كله قدم اعز ما يكون عنده وهو حياته، يعوف عائلته ويجي يقاتل داعش، وهذا العراق اللي صفوه من داعش إن شاء الله بجهود هاي الناس اللي ظل بلا بيت وبلا راتب والخريجين كلهم قاعدين، هذول ما لهم حق على الحكومة. ثانيا عمي منو يا بيت اللي طو مثل عبد الكريم قاسم اللي كان يوزع سلفة ويوزع قطع أراضي ويفتر بالعراق كله على كل المناطق الضعيفة ويدور وين ماكو واحد عنده شغل يسأل من عنده ويريد يسمع من عنده. إيش قدم مجلس النواب من صار من 2003 من سقوط النظام السابق إلى الوقت هذا اللي قدمه شنو؟ بس أخذوا الرواتب وما لهم غرض. عليهم أن يفتحون مكاتب، كل واحد من أعضاء مجلس النواب أن يفتح مكتب بمحافظته يروح يدور شكاوي الناس، يروح يستفسر هو يكون بروحه، ممكن قاعد بمجلس النواب يحسب راس شهر شو كت يصير يقبض مالاته ويجي الوكه ويروح. هذا يعني حق من حقوق الشعب العراقي ما تنفذ، يعني حق الشعب العراقي ما له حق انه يعيش بكرامه؟ يعني مي ما يتوفر، كهرباء ما يتوفر، وهذا الصيف اللاهب اللي للموت، رمضان ما انطوا بيه استراحه للناس بالكهرباء؟ شنو اللي قدموه؟ انطيني يا واحد من الموظفين، انا موظف متقاعد 6 سنوات اركض، حقوقي عينت لي دائرتي 633 تقاعد مالي حسب اقراني، عرفت؟ اجل التقاعد يحسب لي تقاعد الحله طبعا، وانا مشروع المسيب الكبير اشتغلت، فيعطوني حقوق 400، المن اعطيها ال 400؟ اعطيها للاجار، تكفل الطبيب، تكفل الخطار، وهاي هذا جزء من مشكلة كبيرة. على الحكومة أن تلتفت على الناس، أن تراعي الناس، أن نشوف وضع الناس مثل باقي الشعوب، يريد حقوق مثل باقي الشعوب، يريد يعيش بكرامة أكثر ما طالبين، أكثر من كرامتنا وحقوقنا المشروعة ما طالب الناس. أثبتت التظاهرات السلمية الشعبية الموجودة في المحافظات العراق جميعاً وخاصة المحافظات الجنوبية بأن إن هذه المحافظات قد سلبت من جميع إراداتها، قد سلبت من جميع مشروعيتها وحقوقها بالنسبة للمحافظات. المحافظات الجنوبية نراها إنها محافظات قد أخذت أموالها من 2006 ولحد الآن، كل محافظة إلها كمية من الأموال، أين ذهبت تلك الأموال؟ أين ذهبت؟ يعني لا نرى في البنى التحتية ولا نرى هناك تعيينات ولا هناك كهرباء ولا صحة ولا تبريد بالنسبة لهذه المحافظات، خاصة المحافظات الجنوبية. والبصرة هي المورد الوحيد للعراق، يعني هي الرئة، هي بالنسبة الرزق مات العراقيين جميعا البصرة، لكن شنو حقوقها؟ وين حقوقها صار بالنسبة للدولة؟ التظاهرات هو حق دستوري حسب المادة 38 من الدستور العراقي.
العراقي. يحق لكل مواطن الخروج لتعبير عن رأيه ومطالبة بالخدمات وإيصال مطالبته إلى المسؤول. اليوم التظاهرات لاحظنا في موجودة في الوسط والجنوب هي إيصال المطالب من ناحية الخدمات، أي بتوفير الكهرباء وإيجاد فرص عمل للعاطلين وتوفير الخدمات البقية مثل خدمات الصحية والمدارس وبناء المدارس. اليوم لاحظنا هناك إجراءات ضعيفة من قبل الحكومة العراقية، حيث خصصت مبالغ لمحافظة واحدة وبقية المحافظات غير مخصصة لها المبالغ، ولكن الإجراءات كانت بمستوى المطلوب، ولكن نطالب الحكومة بوجود حلول، فقط ليس تخصيص أموال أو تخصيص أو أعطاء منحة وإيجاد فرص عمل، ولا يجب أن يكون هناك تساوي بين المحافظات، يجب أن يكون هناك رؤية سياسية مستقبلية للحكومة. أمنا بالدكتور حيدر عبادي أن يكون هو رجل مرحلة، يسموه رجل النصر، رجل الذي استطاع الانتصار على داعش، أن يعد ترتيب الحسابات العراقية، أن يكون له رؤية مستقبلية في بناء الدولة، أن تكون هناك رؤية لغرض إيجاد فرص عمل للعاطلين على العمل وتوفير الخدمات وتحسين مستوى التعليم في العراق.